السادة ضيوف المنصة الكريمة، برحب بحضراتكم أهل الفن والفكر والسياسة. ده مؤتمرها الأول وفي بدايات كتير جدا في هذه الجمعية عشان نمر من المرحلة القادمة بإذن الله، لأنه الإعلام أصبح شيء أساسي ورئيسي ولعب دور كبير جدا في حياتنا السياسية السابقة. كلمة للإعلامي القدير رئيس جمعية الإعلام والاتصال العربي أستاذ عبد المجيد خضر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الحضور أهلا بكم. أتشرف أن أنا أشكر السيدة الأستاذة الدكتورة الوزيرة دوري شرف الدين وزيرة الإعلام على رعايتها لهذا المؤتمر، وأشكر الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون رغم تعذر وصوله للمؤتمر. الحقيقة برحب الأول بالدكتور سعيد توفيق أمين المجلس الأعلى الثقافة، ونشكره على رعايته لهذا المؤتمر في القاعة ومشاركته معنا في هذه المساهمة وتدعيم جمعية الإعلام العربي والاتصال. أشكر الأستاذ مجدي لاشين رئيس قطاع التلفزيون على حضوره، الأستاذ محمد الأمين رئيس مجموعة قنوات سي بي سي ومؤسسة في صناعة الإعلام المرئي والمسموع، ورحب بالدكتور محمد شمال رئيس جامعة الشروق أو كلية الإعلام جامعة الشروق، ورحب بالسادة رؤساء القنوات أستاذ حسين زين وكل الموجودين والدكتور خالد وكل القائمين على الإعلام، ورحب بالسادة الصحفيين، ورحب بزملائي أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ورحب بنواب رئيس الجمعية، ورحب بكل السادة الأعضاء، ورحب بالمذيعين المشاركين في هذه الندوة. اسمح لي في بداية كلماتي أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إقامة هذه الندوة وهذا المؤتمر، وبتحتفل جمعية الإعلام العربي والاتصال بتدشينها بإقامة هذا المؤتمر اللي هو الإعلام بين الواقع والمأمول، حيث أن رصد الإعلام المصري وتحديات اتجاهاته المصرية هو ضمن الأهداف الرئيسية للجمعية. اسمحوا لي في البداية أن أتكلم عن الثلاث سنوات اللي فاتوا وإحنا المعاناة اللي إحنا عانيناها من الأحداث الدقيقة المتتالية في مصر. تمر الثلاث سنوات بأحداث متتالية سريعة متلاحقة، وأصبح المشهد المصري يعني أرض خصبة لكل الإعلاميين سواء في المجال الرسمي أو المجال الخاص أو المجال الإعلامي عموما سواء في العربي أو المصري. من هنا لا نستطيع أن ننكر دور الإعلام اللي أصبح لغة العصر. الإعلام دلوقتي أصبح قسم مشترك في كل أحداثنا، في المؤتمرات، في الاحتفاليات، في كل ما يحدث داخل مصر وخارج مصر. من هنا كان اهتمامنا أن احنا نقيم ندوة أو مؤتمر يناقش قضية الإعلام، قضية هامة جدا، وأصبحت الإعلام ليس قضية بس ولكنه صناعة يتدخل فيها كثير من الأشياء لكي تضع للإعلام صورة جيدة في المشاركة الحقيقية للأحداث. عندنا الإعلام الإلكتروني، وعندنا الإعلام الفضائي، عندنا الإعلام المرئي، الإعلام المسموع، الإعلام المقروء، كل دي وسائل إعلام بتؤثر في الرسالة الإعلامية والخطاب الإعلامي اللي بيؤثر تأثير مباشر في المتلقي أو المشاهد المصري والعربي. سعينا لإنشاء هذه الجمعية لنكون أحد الفاعلين الرئيسيين في تطوير منظومة الأداء الإعلامي، وهي رؤيتنا ورسالتنا بتتبلور في تحقيق التعاون الوثيق مع كافة المنابر الإعلامية والمؤسسات الإعلامية داخل وخارج مصر. احنا سميناها جمعية الإعلام العربي والاتصال، يعني كل شيء متعلق بالإعلام، وسائل الاتصال، النت، الإعلام الإلكتروني، كل ده بيبقى مشارك معنا في هذه الجمعية اللي بتضم أساتذة في كلية الإعلام ومذيعين وصحفيين ومهتمين بالإعلام وفي البنوك وفي برضو مؤسسات الشرطة والجيش معنا في هذه الجمعية، لكي يكون هناك رؤية واضحة لكل الأطراف في المشاركة الفاعلة للإعلام المصري. بتعتزم الجمعية في الفترة اللي جاية ان هي تقيم مؤتمرات، وعندنا بعض مشروعات، يعني عندنا عاملين بروتوكول تعاون بين الجانب الروسي والجانب المصري في عدة حاجات او عدة مؤتمرات او عدة اشياء، منها مع عمل مسح طبي في كرة الصعيد وكرة
ريف الوجه البحري، عاملين برضو بعض خدمات للمعاقين، عاملين خدمات اخرى، ولكن انا مش عايز اتكلم عن اهدافه، لكن خلينا في المؤتمر عايزين نتكلم عن الاعلام في صورته الحقيقيه. ايه المفروض ان يكون الاعلام في الفتره اللي جايه؟ عندنا انتخابات رئاسيه، عندنا انتخابات برلمانيه، عندنا صوره حقيقيه لراي المواطن. ما فيش حد بيحكم بيقول لك تعالى ادي ده ولا ما تديش ده، انت بتروح صندوق الانتخاب وتنتخب اللي انت عايزه. دلوقتي بعد 25 يناير وثورة 30 يوليو البجيدة اللي عادت لمصر، يعني انا عايز اقول عادت الروح وعادت الحياة للمصريين وعادت الحرية للمواطن المصري وعادت حرية الفكر والرأي، اننا الان نسير كلنا في مركب واحدة، عايزين نتكاتف يا جماعة عشان يبقى فيه رسالة اعلامية وخطاب اعلامي جيد. انا مش هطول عليكم، لكن أشكر السادة الحضور وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.